مقرر أن يتولى بوريس جونسون رئاسة وزراء بريطانيا خلفا لتيريزا ماي، وذلك بعدما فاز اليوم في المنافسة على زعامة حزب المحافظين. وتعهد جونسون بقيادة بريطانيا للانفصال عن الاتحاد الأوروبي سواء من خلال اتفاق أو من دونه بحلول نهاية أكتوبر تشرين الأول. ويدفع هذا الفوز بريطانيا نحو مواجهة مع الاتحاد الأوروبي بشأن الانفصال ونحو أزمة دستورية داخلية، مع تعهد المشرعين البريطانيين بإسقاط أي حكومة تحاول الخروج من الاتحاد من دون اتفاق.